السلام عليكم. السلام عليكم. نداء لي هو راه خويا، ماشي غنقول لكم ماشي خويا، خويا من امي، خدم في الوينو في 64، الوالد دار له بريز مع واحد السيد في الكاريان، عطى الوالد البرارك، بو عطاه البرارك وعطانا هاد المحل هذا. انا واد السيد عنده 62 عام ولا 63 عام، اختي مريضه، انا ما عندي لا تقاعد لا مولاي بويه، مسك عليه الله، ولادو تعاوننا معاه، وشهاده لهاد الجيران هادو انا اللي قريتهم ليه، والناس كلشي الدرب الحي المحمدي اللي نعت فيا شي شي كلمه خايبه هنا، وكندير سانديك الحي المحمدي كله، و 66 سنه عمر المقاطعه ما دخلت ليها، وجهي حمر، وهاد السيد تغاو عليه فلوسو، مات الوالد في 2011، جا قال لي يعطيني محالي، هو قولب الوالد، قال الوالد انا مكلف بالماء والضو لوينو ما كتخلصش الضو، 76 لوينو عطاتو المحل، بقى كيجي يزورنا وكيعيش معنا، انا كنت كندير سائق في موبيل، كنسوق سيتيرنا، 23 عام ديال العمل، توفى الوالد في 2011، جا قال لي يعطيني محالي، لولا ما عندوش ما كاين حتى شي مشكل عليا باليميني تيسكن هنا وانا نسكن في هاد الكراج، كون كان ما عندوش، مسك عليك الله يا اخي، عطيك الله مهندس لعك مليون و 500000 فرانك في 3 شهور، عندك 14 قطار ديال الارض، تومون ديال امي فيها وما دويناش معاك، وهاد خواتاتك هادو اللي واقفات معاك جاو عندي قالوا لي نكتبوا لك الوكاله كشهاده لله، والناس كتشهد ما بغيتش ندعيك، قلت انا هداك الله عطيهم رزقهم، ما هداكش الله شغلك هداك، هادي هي التاسعة في الإفراغات، واش حنا ما حناش مغاربة؟ واش أنا ماشي مواطن؟ كتعيش في فيلا وعندك كابانو، رزقك هذاك، أنا كنفرح ملي كتكون خويا مسك عليه الله، أنا في هاد الأزمة وكنتلاقى مع ناس كيسولون عليك كنقول لهم خويا مهلي فيا، ما بغيتيش تحشم، ما بغيتيش تخاف من الله، نعرف الشيطان راه الدنيا فايته، راه شوف الامتحان اللي وقع لك هاد الايامات، راجع نفسك، راه ما نعيركش، راجع نفسك، راه خسرتي 10 مليون ولا 15 مليون، شوف اختك، شوف مرتك فين خليتيها في السعوديه، دفنتيها وجيتي، وبناتيها هما، ومرتيها هي، مشاو بركو معاك وواساوك، وهدرتي معاهم، وسولتهم قلت لهم كيفاش استقبلكم؟ قال لينا استقبلنا ذكروها بالخير، الغد مشيت انا باش انا نعزيه، ولادو طردوني، بقات الفطور 5 دقائق فطرتها في الزنقه، ان الله يا ربي تهديه، هادشي اللي نقول لك. السلام عليكم خو الحاج، وخاف الله، واش غتقول مولاك؟ واش غتقول مولاك؟ هات اختيها كاع، هات اختيها هي وغدا، تشرد اختك هادي، تشرد الفاتحه، ماشي حشومه عليك، وانت برزقك، وخاف الله، راه الله عطاك امتحان، والله راه عطاك امتحان وما حسيتيش، راه اليوم وغدا راه لابد ما غيسالي الامر، وفين غيلوحوك انت؟ غتخلي هذيك الدار وغتخلي هاد الدار وتخلي كلشي، وخاف الله واتقى الله، واش غتقول مولاك؟ والدار ديال الحجاج وحشومه عليك، وحشومه عليك، واش غتقول مولاك؟ كاع كلشي فايت، واش هادي تلاح الزنقه صاحبي؟ واش انا لوحتي الزنقه؟ انا لوحتي الزنقه، كتعرفني وكنعرفك ومسك عليك الله، كون ماشي مسك عليك الله راه ماشي مشكل،
ولكن راح حشومه صاحبي، راح حشومه، وخاف الله واتق الله. انت اش غتقول لمولاك؟ راه وحده كانت حدات 50 عام، ها هي مشات، راه هي تحت التراب، ازدات، راه ما جات حتى حاجه. خوت راه نكون بارك انا فشي قلت؟ ولا سمعت عليك شي هضره؟ واخا هادشي اللي داز وداكشي راه النوض، راه فيا النفس ديال المغربي، ماشي نفس ديال شي واحد هذا، راه نفس ديال الرجوله. عيب عليك هادشي اللي كدير فينا. نسك عليك الله صاحبي، عندك الدار في حي العنار، الله يسهل عليك خوك، اللهم تشوفيه ولا صاحبك ولا اي واحد تشوفيه بخير، ولا تشوفيه مقحطر. لا يعقل انا دابا في هاد الحاله هادي دزت ورا الباطمه، كنشوف ناس هما في الباطيمه كيجيو عند خوتهم كيتسالموا معاهم. عيب عليك، وانت وقفتي ورا الباطيمه شتيني ديماريتي في الطوموبيله وهز معاك، لي الله كيأيدوك على المناكير. علاش ما تكونش بحالك بحال بنادم، حط الطوموبيل وجي شوفنا، ما تعطيناش الله اللي كيرزق. انا راه مشى للطار ونبقشش فيه، نجبد فيه 20 درهم ونجي نتغدى بها انا والدريه والمراره فيها السكر. هلا انا غادي نطمع في بناتي يعطيوني؟ نعاد الشيطان. ومسك عليك الله، كتربح 7 مليون ونص، العائلة كلها عارفاك، كلشي طيحوا منك، علاش يطيحوا منك؟ علاش يطيحوا منك؟ علاش يا صاحبي؟ أنت كنتي سمع ردوك ضبوعة، ياك ما هادوك الثلاثة ولا أربعة اللي دايرين بك تسحبهم ينفعوك، راه فكر غدا يوم لا دير الله ني لا دير الله، فكر الموت، وخذ واحد، ما غاديش تقول تشفينا فيك. هذاك المقام ما كرهناش نموتوا فيه كنا، الله يرحمه ويجدد عليه الرحمه، الله يرحمه ويجدد. وين يشوف انت جيتي في الطياره وخليتيها تما؟ خذ عبره.